السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من أمام يعني بالقرب واحد المؤسسة يعني بالقرب من المحكمة الابتدائية بسطات يعني حريق مهول بسبب واحد التماس والعناصر ديال الوقاية المدنية يعني في عين المكان. يعني حضور لافت العناصر ديال الوقاية المدنية اللي كيتواجدوا يعني في هذا الأثناء يعني بعين المكان لمحاولة إخماد الحريق يعني بالعناصر ديال الشرطة القضائية الفرقة ديال الدراجين. متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على المباشر هذه وقائع ربما يعني بسبب واحد التماس كهربائي العناصر ديال الوقاية المدنية يعني في هذا الأثناء اللي كتحاول السيطرة وإخماد الحريق وب يعني بالحضور ديال حتى حضور العناصر ديال الدراجين كوكبة ديال الدراجين العناصر ديال الأمن الوطني تماس كهربائي يعني ربما لحد ساعة يعني تجهل أسباب الحريق على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر تفاصيل واقعة واحد الحريق يعني بإحدى المؤسسات والعناصر ديال الوقاية المدنية اللي حاولت يعني إخماد هذا الحريق كنحاولوا ننقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على المباشر من يعني كنقلوا لكم على المباشر يعني الوقائع ديال هذا الحريق اللي يعني هذا الحريق حضور العناصر ديال الوقاية المدنية في هذا الأثناء اللي حاولت يعني السيطرة على الحريق والإخماد ديالو كنحاولوا نقلوا لكم على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء العناصر ديال الوقاية المدنية بحضور العناصر ديال الفرقة ديال الدراجين التابعة لولاية أمن سطات. هذه هي تفاصيل واقعة هذا الحريق اللي يعني عرفته في هذا الأثناء إحدى المؤسسات يعني التابعة لمؤسسات يعني محل تجاري. كنحاول نقل لكم هذه الأجواء يعني هذه الوقائع عفوا وتفاصيل هذه العملية ديال هذا الحريق. العناصر ديال الوقاية المدنية اللي لا زالت في هذا الأثناء يعني كتحاول السيطرة على الحريق بأحد يعني قرب أحد المقاهي يعني اللي كتواجد بقرب المحكمة الابتدائية يعني هذا الحي اللي كيقولوا ليه جزيئة لاكولين العناصر ديال الوقاية المدنية متابعينا مشاهدينا الأوفياء كنحاولوا نقل لكم وقائع وتفاصيل لحد ساعة لا زالت تجهل أسباب الحريق كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في يعني على المباشر يعني تفاصيل هذا الحريق اندلاع هذا الحريق والعناصر ديال الوقاية المدنية. كنشكركم على لحد ساعة يعني تجهل أسباب الحريق. كانت هذه تفاصيل العملية ديال اندلاع هذا الحريق في انتظار يعني معرفة أسباب الحريق لحد ساعة تجهل أسباب الحريق ربما كيقولوا شي حاجة ديال الفريت كنشكركم على التواصل والتفاعل وإلى اللقاء بث مباشر.